يا كلثوم، انا مش فاهم حاجه من الربط اللي انت عماله ترطيه ده. يا بوي، بقالي ساعه بفهمك وبوعيك يا فرماوي. ايه فرماوي؟ شوف البيت. انا بس بفكرك بالدم اللي بيجري في عروقكم ده هيبقى ايه. يا بوي افتح دراعاتك لواد عمك، ما تنفرش منين. وبعدين يا بوي محدش خابر بكره هيكون فيه ايه. وانا عملت له حاجه الحرازي ده؟ خده تحت جناحاتك، ده انتوا متربيين مع بعض واكلين على طبليه واحده. هو كان عمل لك ايه يعني؟ راسه عوجة. يبقى تجرب عليه وتضمه ناحيه. ابوي عمره ما قصر معاه. هدي اهدي انت. صح صح يا بنت اسفاء، انت الوحيده في البيت ده اللي فاهمه ابوك. طب يا ابوي، مش انا بنتك حبيبتك؟ عمرك ما رفضت لي طلب؟ انا رفضت ليا طلب صغير. ابدا انت بالخير وهتلقى الخير والله. عارفه بنت كلثوم، انت قلبك ابيض وحن واحدة في البيت ده كله. طب وانا؟ انا اللي مشوكة فرشتك؟ وانا يا بوي؟ انت يا بوي عليك انت. ده انت دماغ يا بت. بس عندك حق يا فرماوي، البت كلثوم دي الحتة الحلوة اللي في البيت ده. بنتي يا كلثوم، انا ماشي انا ماشي يا بابا. الحمد لله الحمد لله.